طبعا احنا كلنا متابعين اللي بيحصل، وده يوضح لنا أهمية ما يقوله دولة رئيس الوزراء بأهمية توطين الصناعة. لازم يكون عندنا الصناعة بتاعتنا والتكنولوجيا بتاعتنا، لأن التكنولوجيا بقتش مضمونة يعني، بتلعب فيها واحنا متابعين، وده بالعلم. لكن واحنا بنتأمل أسباب ضعف أمتنا اللي وصلنا للمرحلة دي، بعد ما احنا كنا أمة عندنا علماء زي الرازي وزي وزي وزي، هو وجود الجامعات اللي عملها الاستعمار برضو عشان تقسمنا وتفتتنا وتضعفنا وتشغلنا بنفسنا، نبقى احنا مشغولين بنفسنا في الرد على دعايتهم الكاذبة المضللة، زي مثلا ان هم جماعة كان هدفها محاربة الاستعمار. ده ما حصلش. حتى في 48 دورهم في شهادات بتؤكد انه ما كانش زي ما بتصور دعايتهم. كل ده واكتر باذن الله في حلقة الجمعة الساعة 8 على قناة تن. انتظروني.